في التقرير الخاص رادارات السرعة تصطاد السيارات، ورئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن يؤكد للإم تي في أن العقوبة قد تكون السجن. عادة بس يشوف السائق بلبنان هالإشارة على الطريق ممكن يصدقها وممكن لا، فكتار من السائقين مفكرين إنه الرادار طار والطريق العام سالك للمسرعين. في رادارات سرعة بلبنان؟ لا ما في شيء، كان في شالون بلد مش ضابط وقفت على الرادارات. أبو جمعة جمعتين وبالأخير بايب. انسى الموضوع، انسى الموضوع، ما في. شو ما في؟ ما في رادارات. إذا كنت مفكر إنه رادارات مش موجودة فكر مرتين، لأنه جولة صغيرة على طريق عام دبي سمحت لنا وبصعوبة نلقط هالسيارة التابعة لقوى الأمن والمجهزة برادار. من الخارج مظهرها مثل أي سيارة مدنية، أما من الداخل فبس تسمع هالصوت يعني الرادار سجل مخالفة، وبظرف 20 دقيقة فينا نقول إنه سمعنا أكثر من 20 مرة هالصوت. فوق المليون مخالفة سرعة سجلتها هالرادارات بلبنان لحد اليوم بحسب قوى الأمن. رادارات السرعة إلى ازدياد كل شهر بعد شهر عم يزدادوا العدد، هن بيشتغلوا ليلا نهارا. حاليا عم نطبق الغرامة حتى نيسان 2015 هي 50,000، بينما إذا فوق 60 كيلومتر بالساعة من مليون لثلاثة ملايين مع حجز المركبة، بينما بنيسان 2015 أدنى غرامة هي 100,000 وتزداد تبعا للسرعة، بنوصل للفئة الخامسة اللي هي فوق 60 كيلومتر بالساعة، الغرامة من مليون لثلاثة ملايين مع حجز المركب بالإضافة لسجن من شهر لسنتين. فنحن هلأ عم نحضر الناس على الغرامة الفئة الخامسة، بلشنا نطبقها. نطلب من المواطنين أنه يفوتوا على موقع قوى الأمن الداخلي www.isf.gov.lb يتأكدوا من إذا في مخالفات بحقهم. محاضر الضبط بعد تسطيرها ترسل مباشرة إلى السائق بالبريد على عنوانه، وبحال ما تسلم الضبط لأكثر من سبب كالعنوان الخطأ بتم إحالة الضبط تلقائيا إلى محكمة الجزاء. إذا كنت ماشي على الطريق العام بسرعة صاروخ تذكر هيدا الإشارة وانتبه من ضبط السرعة، لأنه قوى الأمن عم تتشدد بهذا الموضوع، بموضوع حزام الأمان ومؤخرا بموضوع الكحول ونسبته بالدم. سوق عمهلك سوق بوعي. جورج عيد، MTV.